الكابتن خالد بيومي. الاهلي بطل القاره، فريق كبير عنده امكانيات، بيلعب بثقه، بيلعب باسم الاهلي، قوه الدفع بتاعت النادي الاهلي كاسم كبير. الدحيلي خاف منه، واي فرقه في الوطن العربي خاف من اسم النادي الاهلي، ولكن احنا ما استغلناش بالشكل الكافي. لعبنا شوط اول جيد، ولكن جيد تهديفيا بكره خطا. كان المفروض يكون افضل من كده النادي الاهلي، النادي الاهلي كجماعيه وكامكانيات وكتيم افضل كتير جدا من الدحيل، الدحيل اسماء. فرق مقسومه نصين، الاربعه الاماميين غير السته اللي تحت. لا الهاف ديفندر اللي شغالين عندهم بيشتغل بشكل جيد، لا علي كريمي ولا بسام براوي اللي هو اساسا قلب دفاع اللي لعبوا لعب ارتكاز النهارده، وكريم بوضياف اللي رجع بعد اصابه اثر كتير جدا على قوه الدفاع، غير ان احمد ياسر والمهدي بن عطيه، مهدي بن عطيه رجع من الاصابه دفاعيا بطء جدا، كان ممكن يكون محمد شريف او والتر باولي او كهربا افضل كمان في العمق الدفاعي. اشتغل اهو خالد بيومي، يعني رؤيته ان كان ممكن الفريق يحقق افضل، بس واضح ان هي نفس الفكره اللي اتكلم عليها وليد صلاح والكابتن محمد عمر، ان الضغوط كانت كبيره لانه البطوله مهمه جدا والمباراه هي توديك كده تجيبك كده. سبحان الله، اسهل حاجه بعد الحدث ما يحصل ان احنا نقيمه. لكن وانت عايشه انت زي ما قلت يا جماعه، حطوا كل شيء في سياقه وفي اهدافه. ما نطلبش من الناس نتمنى ان كنا انتهزنا الفرصه اللي عليها الناس. طب لو حسب الهدف بتاع بواليا ما كانت الدنيا هتبقى سهله والناس مش هتتوتر وكنا هنعمل تمام الشغل اللي الناس عايزاه. لكن